عليكم. السلام عليكم ومرحبا بكم، وفرحان ومتشرف بكم اليوم، فرحان برشا انكم جيتوا. جينا باش نقدموكم عرض مسرح، المسرح هي باش تشوفوها بعد، لكن التقديم تو لازم تسمعوه. هذا وليد ولد الجهه باش يعطي الكلمه. تفضل استاذ وليد. باهي، السلام عليكم. وعليكم السلام. باهي، اولا نرحبوا بكم. نحن فرحانين برشا نخرجوا الجهه، نفضوا بحلينا ونشوفوا عروض المسرحيه. قدموا عرض مسرحي يعرف بمسرح حوار تياتر فوروم مع اكسبير دولي جون بيير بيستار. جمعيه مسرح حوار اللي جتكم اليوم من تونس الكلهم بريس اغلبيه الممثلين من الجهه هذه الكسرين. الكل يكذب عليك، ماشي صحيح على الحكايه هذه، صدقني. ايوه طبيعه العمل هذايا يعتمد اساسا على مسرح تفاعلي يقام ما بين الممثلين وما بين المتفرجين، باش تنخلقوا علاقه مع بعضنا، دونك انه تدخلوا انتم معنا في علاقه تشاركيه وتطرحوا افكاركم وارائكم. باش نبدو لوحه بلوحه ومع صديقنا بالجاسم اللي هو الجوكي، هو اللي باش يحطكم في اطار العمليه المسرحيه. شكرا لك وليد، تحيه. بالنسبه لي مغي وموي احنا نحب نقسم وقت يلا شباب. Oui, bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Bénin et je suis directeur artistique et pédagogique de Caravan Théâtre, une association de théâtre de Toulouse, en France. Ok, et quel est le but de cette activité en Castille?